هي اعترافات مر عليها حوالي 11 سنة بتروي فيها عائشة القذافي إحدى بنات الرئيس الليبي معمر القذافي حكاية الهروب والصمود من حلف الناتو. أسرار كتيرة ومواقف غامضة عدت بيها عائلة القذافي، اتحولت حياة العائلة اللي كانت ذهب صورها والحرير هدومها إلى فارين ومطاردين من الآلاف بمساعدة حلف الناتو. بتقول عائشة القذافي إن حلف الناتو وجه مقذوفاته لمقرات والدها وهدم عليهم باب العزيزية، فبسرعة راحوا لسرت مسقط رأس والدها معمر القذافي، ولكن تم ملاحقتهم فراحوا سريعا لبني وليد اللي حلف شيوخها على الدفاع عنهم. وكملت عائشة وقالت: من بني وليد رحنا لجنوب صحراء غدامس واختبأنا في مغارة هناك لمدة أسبوع، ولكنهم عرفوا مكاننا عن طريق الأقمار الصناعية وكشفوا أمرنا. وكملت وقالت: والدي صلى ركعتين في الخلاء على الرمال، وبعد كده نادى علينا علشان نتجمع عنده، وبعدين سألنا عن اقتراحاتنا للخروج من الأزمة دي. فأول اللي اتكلموا كان أخويا سيف الإسلام اللي اقترح الخروج لبريطانيا، خاصة إنه معاه جنسيتها ودرس فيها 10 سنين. بوافقوا على الرأي أخويا الأكبر. اقترحت والدتي إننا نروح المملكة العربية السعودية أو تركيا، ولكن والدي رفض، فقلنا لوالدي إنه صاحب القرار ويختار نروح فين وإحنا معاه. فتنهد أكتر من مرة وقال: روحوا للجزائر، روحوا للجزائر، ما شفتش منهم سوق ل50 سنة، الجزائر هتعيشوا فيها أحرار ومش هيسلموكم للناتو، ولن يتجرأ الناتو على الدخول للجزائر من أجلكم، أنا متأكد من ده، الجزائر مش هتخذلكم أبداً. وكملت كلامها وقالت: قطعوا أخويا خميس وقال له: أنت بتتكلم عننا، طب أنت هتعمل إيه؟ فرد عليه القذافي: أنا صاحب جيفارا وتيتو، أنا عاصرت كل الأحرار والأبطال، مش معقول أستسلم أو أهرب، أنا معمر القذافي ابن القزازفة، لن أهرب، فسيروا على بركة الله، إذا وصلكم خبر عني ما تزعلوش، فأبوكم شهيد. موكب عائلة القذافي أخذ 4 أيام للوصول للجزائر بعد ما خرج من مدينة سرت في سرية تامة. موكب أبناء القذافي كان في حوالي 50 فرد، منهم 3 من أبناء القذافي، وهم هاني بعل ومحمد وعائشة وزوجته وبعض أحفاده. وكان في الموكب حوالي 14 عربية، بعضها للمرافقة من الحراس، وقد دخلت على 3 دفعات للتمويه. ولمساعدة الأسر حضر موظفين عسكريين بزي مدني من العاصمة الجزائرية لمرافقة عائلة القذافي للجزائر بخطة سرية. فتم إدخال 7 عربيات دفع رباعي مصفحة عبر معبر الدباب بعد معلومات عن كمين من معارضين للقذافي. رفضت الجزائر دخول المرافقين الحاملين للمعدات العسكرية لأراضيها، كمان رفضت دخول 2 عربيتين دفع رباعي فيهم شنط فيها أموال وذهب وتحف. ودخلت أسرة القذافي الجزائر بعد كده بيوم واحد عبر ممر سري صحراوي بيستخدموا المهربون على محور جنوب غربي ليبيا، وتم نقلهم لمطار عسكري في ولاية إليزيه. وبسرعة نقلت السلطات الجزائرية 2 سيدة بينهم عائشة ابنة القذافي الحامل، وده في طائرة هليكوبتر وبعد كده بعربيتين إسعاف، وده لمستشفى جانيت حيث أنجبت صغيرتها وأطلقت عليها اسم أمل جانيت.